في نفس الاطار النهارده كان فيه لقطه تضايقك وفي نفس الوقت تخليك تحترم اللاعب طاهر محمد طاهر طاهر محمد طاهر النهارده ما شاركش في المباراه اساسيا ولا نزل من على دكه البدلاء جات عليه لقطه اهي وهو يبكي وامام عاشور بيطبطب عليه سيب اللقطه دي شويه يبكي وامام عاشور بيطبطب عليه حاسس انه بيبعد حاسس انه بيبعد بس هو مش موجود كان في وقت بيلعب حسين الشحات مش موجود هيلعب رضا سليم. أنا مش موجود في الحسابات. أنا مش موجود في الحسابات فالآن وطاهر من المواهب اللي كنا ننتظر منها أفضل أفضل بكتير من ده. أنا في رأيي إن طاهر أثر في حق نفسه بس طاهر ما أثرش سلوكيا مثلا أو خارج الملعب أثر في التركيز في الم... في, ال... في الأداء في التحسن والتطور في المستوى أثر في بعض الأمور اللي ينفع فيها إنه يلحق نفسه. ويبقى كده يعني حتى لو هو قاعد زعلان النهارده زعلوا بينه وبين نفسه ويشارك يشارك بس ما ازمه ما مشكله